عالساحل الأخضر بسطت الشمس أشعتها تغني خيرات من الخضار والفاكهة والحبوب، ومنديل الصبايا بالقطاف يسلم ويشكر أيادي رجال تعبت مع هالأرض وفرحت بموسم خير. يبتسم للفلاح اللي واعد حاله بموسم جديد يغني بلاده ويمتع ناسا بمنتجات من الطبيعة اللبنانية الكريمة. قسم كبير من منتوجات هالسهل بياخد طريقه للتصنيع، منها ليستهلك محلياً ومنها ليسافر للخارج سفير للمائدة اللبنانية بالعالم. حامل اسم منتوجات غاردينيا جراندور هوية لإلو. الشركة اللبنانية للصناعات الغذائية الحديثة اللي أخذت من العام 1989 مدينة زحل البقاعية مركز لإلها هي الصرح الأم لمنتوجات غاردينيا جراندور. داخل هالجدران فريق عمل محترف نشيط همه إنتاج الأفضل بالنوعية الأجود، لتتحضر آلاف الأطنان من المنتوجات بأقسام هالمصنع العديدة. حداثة، نظافة، نوعية، جودة، متابعة وأداء الاختبارات المخبرية، كلها عناصر جعلت من غاردينيا جراندور تنال شهادة الأيزو 22000، الشهادة العالمية لإدارة نظام صحة وسلامة الغذاء. كميات من الخير تتصنع وبتتغلف وبتتوضب بهالمصنع لتنتشر بالقارات الخمس ضمن شبكة توزيع عالمية بتضمن وصول أي طلبية بالوقت المطلوب وبحالة ممتازة. غاردينيا جراندور تستورد المواد الأولية من البهارات والتوابل والحبوب من أنحاء العالم بحسب المواسم وحاجات الأسواق لتخزن بمستودعاتها ويعاد تصنيعها من جديد من قبل فريق متخصص وعبر استخدام الآلات الحديثة. أما الخضار فبتوصل من البساتين الزراعية لبرادات الشركة موعود المرور بسلسلة إنتاجية متطورة ومتكاملة بتضيف عجودتها جودة وعصلاحيتها مدة إضافية فن الكبيس. ما يزيد عن 300 صنف قسم منه وصفات سريعة تحضر بدقائق هي مجموعة منتوجات غاردينيا جراندور الحالية اللي بتجمع حواليها العديد من المطابخ اللبناني، المكسيكي، الصيني، الخليجي وغيرهم، وكلها بتصب لتحقيق هدف واحد يلمع ويعلى اسم غاردينيا جراندور أكتر وأكتر وتستحق لأبا عن جدارة سفيرة المذاق اللبناني إلى العالم.